إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. أحد المواقف اللي واجهتني إن إحنا لما حد بيكشف عندنا سواء في العيادة أو بيكشف أونلاين على الإنترنت بيبعت لنا الرنين المغناطيسي، وإحنا بنقول له ابعت الرنين المغناطيسي وابعت التقارير بتاعت الرنين المغناطيسي. فاجئتني كده احد المرضى، رغم انها متعلمه جدا وست راقيه يعني، لكن فاجئتني بجمله قلت لازم اشرحها للناس وافهمها للناس علشان ما يكونش في حد بيفكر بنفس الطريقه السيئه دي. فالسكرتيره طلبت منها التقارير بتاعت الاشعاعات، قالت لها الجمله دي، قالت لها هو الطبيعي ان انا ابعت الاشعاعات بدون تقارير لان التقارير بتكون غلط، والمفروض الدكتور اللي بيشوف الإشاعات. الجملة دي كلها أخطاء سيئة جدا. كلمة طبيعي إن أنا أبعت الإشاعات بدون تقرير، لا ده مش طبيعي، تمام؟ والطبيعي اللي حضرتك فاكراه طبيعي ده جريمة، ده جريمة مش صح خالص يعني، تمام؟ فكون إن أنت فاكراه إنه هو الطبيعي، غير ان في اهانه للطبيب طبعا، يعني انا مش عارف ايه الطبيعي، يعني انا بطلب طلبات غريبه يعني مش طبيعيه، تمام؟ لكن لا، هو الطبيعي الصح علميا انك تبعتي الرنين المغناطيسي ومعاه التقارير بتاعته. بقيه الجمله، لان دايما التقارير بتطلع غلط. مين اللي قال كده؟ دي مصيبه، دي مصيبه سودة يعني. تقارير الاشعاعات كلها بتطلع غلط، هي بتطلع، ممكن تطلع غلط في الأماكن الغير محترمة، الأماكن الغير مرخصة، الأماكن اللي مش كويسة، مش في كل الأماكن، وإلا نبقى احنا في كارثة. بقية الجملة، والدكتور هو اللي المفروض يشوف الأشعاعات ويقرر، دي جملة غلط جدا. هو مين اللي بيفهم في الأشعاعات؟ احنا بنفهم في الأشعاعات طبعا، لكن مين بيفهم أحسن مننا؟ استشاري الإشاعة، استشاري الإشاعة اكيد يفهم اكتر مني. يعني انا لما اشوف حاجه في الاشاعه وبعدين اختلف فيها برجع لراي، اشوف مين اللي كاتب تقرير الاشاعه، لو استاذ محترم استشاري محترم اه طبعا يبقى هو رايه افضل من رايي، لان هو ده تخصصه، ده شغله، تمام؟ طيب، في النهايه انت كون انك عارف انك رايح مركز اشاعه مش محترم وتقاريره لا يعتد بيها، ما هو اكيد كمان جهاز الاشعه اللي هيعمل لك بيه مش كويس. ما هو هو هيطلع تقارير خطا، معناها ان هو جايب دكتور غير مؤهل او دكتور ضعيف الامكانيات عشان يكتب تقرير غلط، معناها انه هو جايب اشعه سيئه جدا، جهاز اشعه سيء، ففي النهايه التشخيص بتاع حضرتك هيبقى غلط. فانت موافق على كده ليه؟ ما تروح مركز اشعه محترم. هترجع تقول لي ما هو الفلوس يا دكتور، ما هو مركز اشعه محترم تمام هيبقى بفلوس كتير، لان الاستاذ الاستشاري هياخد فلوس اكتر، الجهاز الحديث هياخد فلوس اكتر، تمام؟ فاحنا بنروح مراكز رخيصة، تمام، ونرضى ما انت بترضى بايه بقى؟ انت بترضى بالتشخيص الخطأ للاسف. طيب، انا بالنسبة لي انا لا هقول لك روح مركز غالي ولا مركز رخيص، انا ما اقدرش اعمل كده، لان انت لما حد بيجيب لي رنين مغناطيسي سيء جدا ومانيش شايف كويس والتقرير وحش، لو انت قلت له عيد الاشاعه دي، اول حاجه هيعملها ان هو هيتهمك ان انت عايزه يروح يعيد في مركز تبعك وتاخد فلوس وما تاخدش فلوس. الحاجه التانيه، حتى لو ما اتهمكش، انت اول ما تقول له عايزين نعيد الرنين، يعني الراجل هيبقى ايه، هيموت نفسه لانه ده لم فلوس الرنين بالعافيه. فانت في النهايه انا مضطر اقبل، انا ما بقولش لحد عيد الرنين، انا مضطر اقبل المشكله، لكن انت بقى كمريض ساعدني. تساعدني ازاي؟ ساعدني بانك تجيب لي التقرير بتاع الاشاعه. ليه؟ لو انت عامل الاشاعه في مكان محترم يبقى احنا هنستفيد، المريض بتاعي هيستفيد، هشوف راي التقرير ايه، اشوفه مشابه لرايي، يبقى احنا الاثنين ممتازين جدا. طب لو يخالف رايي هشوف مين اللي ماضي على التقرير، لو ماضي على التقرير راجل استشاري استاذ محترم يبقى هو رأيه أفضل، يبقى أنت كده استفدت، المريض بتاعي استفاد من التشخيص لأنه عامله في مكان محترم بتقرير محترم. لكن طب لو أنت عامله في مكان غير محترم برضه التقرير هيفيدني. ليه؟ أحيانا المكان الغير محترم ده بيبقى فيه دكتور عنده ضمير،
يقوم يكتب لك ايه في التقرير، يقول لك يا دكتور انت هتشوف قطع في الحتة الفلانية، ده مش قطع، ده الجهاز بتاعنا فيه مشكلة، ده عامل ارتيفاكت. فحتى المكان اللي مش محترم احيانا بيتكتب في التقرير، انا اشوف حاجة الاقيها قطع، كسر حاجة، الاقي الدكتور كاتب لي ايه اللي انت شايفه ده ارتيفاكت، ارتيفاكت يعني حاجة غير حقيقية. فيبقى انت ساعدتني بالتقرير لان هو عارف العيوب بتاعت الجهاز بتاعه، بدل ما انا اشوف حاجة الجهاز هو اللي عاملها بنفسه مبوظ لي التشخيص وانا اشخص غلط. تمام؟ حتى لو التقرير بايظ مش صح، انا لما بشوف التقرير بلاقيه اقول ده تقرير ده زي الزفت، مستحيل يكون ماشي مع الاشاعه دي. يبقى انا في النهايه ريحت ضميري ان القرار اللي انا هاخده ما فيش غيره بقى، لان انا مش هقدر ارجع لواحد تاني، يبقى انا هعتمد على نفسي اعتماد كلي. فلو سمحت انت كمريض هات لي اشاعه الرنين معاها التقرير، انا هعرف استفيد بيه، سواء انت عامله في مكان محترم او في مكان غير محترم. تمام؟ برضو عشان تاخدوا بالكم بعض الاطباء بيتعمدوا، والمشكله ان المرضى بيحبوا كده برضو، يقول له روح اعمل الرنين بسرعه او الاشاعه بسرعه وهاتها لي من غير تقرير. دي جريمه، هاتها لي من غير تقرير ليه بقى؟ هو بيقول كده ليه؟ اولا الدكتور بتاع العظم او المخ والاعصاب او انا، لو انا فكرت نفسي ان انا في قراءه الاشاعه اعظم من استشاري الاشاعه، يبقى انا مجنون، يبقى انا مش طبيعي، لان ده راجل افنى حياته في دراسه الاشاعه، اكيد هو افضل مني مليون مره. تمام؟ فلو انا قلت له اعمل لي التقرير، روح هات الاشاعه وهاتها لي على طول وانا اشوف فيها ايه، وطلع الجهاز اللي حضرتك بتعمله فيه ارتيفاكت اللي انا قلت عليه، يبقى انت هتشخص غلط، يبقى انت كده عندك بارانويا، انت دكتور مريض نفساني فاكر انك بتقرا الاشاعه احسن من اساتذه الاشاعه، انت مش طبيعي. تمام؟ يا اما بتقول له اعملها لي بسرعه وهاتها من غير تقرير عشان تقول اللي نفسك فيه، يعني تقول له الله ده انت عندك غضروف وهينفجر وهتموت وهيعمل، هو ما فيش الكلام ده خالص، والمريض معهوش تقرير عشان يعرف انت كلامك صح ولا كلامك غلط، فانت بتتعمد ان المريض يعمل الاشاعه بدون تقرير عشان انت ما يبقاش فيه شاهد عليك تقول اللي انت عايزه. فاهم قصدي؟ تقول اه ده انت عندك هتفرقع هتموت هتتشل ومفيش اشاعه تقول لك، ما تطلع الاشاعه نورمال، انتوا عارفين ان انا بيجي لي مرضى جايبين اشاعه طبيعيه تماما طبيعيه، طب يا ابني فين التقرير؟ يقول لك مفيش تقرير. فاقول له طب الاشاعه ما فيهاش حاجه، الاشاعه سليمه تماما يعني، يقول لك ازاي ده في دكتور عايز يدخلني اوضه العمليات اعمل العمليه، ليه؟ لانك ما جبتش تقرير، اصلك مستعجل، احنا لسه هستنى التقرير، ما انت لو بتروح مركز اشاعه محترم تمام كان كل حاجه هتمشي، تعالى بكره الساعه كذا تاخد كذا، الاستشاري بيجي كل يوم، مش يقول لك لا لو انت عايزه تعالى بعد 3 ايام. 3 ايام ليه؟ عشان بيلموا الاشاعات ويجيبوا دكتور من المركز ولا من القريه اللي هو هيجي منها يكتب اي كلام ويمشي. فطبعا ده كلام برضو مش مظبوط. لو سمحتوا احترموا الاشعه، احترم المكان اللي بيعمل اشاعه، احترم التقرير بتاع الاشاعه، تقرير الاشاعه مهم جدا جدا، سواء عملته في مكان محترم او مكان غير محترم. لكن الجمله بتاعت طبيعي طبيعي، ده انا اتصدمت، يعني انا لو انسانه متعلمه يعني طبيعي ان انا ابعت الاشعاعات بدون التقارير تمام، علشان الاشعاعات بتطلع غلط ولا التقارير بتطلع غلط، ولا واحد يبعت الرنين يقول لك استنى لما نشوف راي الدكتور ايه، يا راجل ابعت الاشعه بالتقرير للدكتور عشان يقارن رايه براي الاشاعه، براي استاذ الاشاعه ولا استشاري الاشاعه، انتوا مدخلين الدكتور في امتحان، ايه الخيبه التقيله دي؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، انتوا عندكم افكار مش مظبوطه. ابعت الرنين بالتقارير بتاعته تمام، علشان حضرتك كمريض تستفيد مش تمتحن الدكتور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.